عادل، وانا كنت عايزه اطلب منك طلب بس محرجه شويه. وايه اللي يحرج في الطلب بتاعك؟ ايه، عايزه تعلمي الرقص ولا ايه؟ لا لا لا، الرقص ملوش علاقه اصلا بالدراسه، ده الرقص اساسا عند الانثى كده بفطرتها. بفطرتها ايه؟ بوسطها بقى عند الانثى بوسطها، لكن فطرتها انتوا كل حاجه تلزقوها للفطره. هي إيه الفطره استحمل ايه ولا ايه؟ عموما انا طلبي بعيد عن المواهب بعد التام، انا طلبي تجميلي خاص بمساله الجمال. الجمال؟ لا 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 لا، انا برفض تماما موضوع عمليات التجميل. مالها ودانك كده يا ماما؟ ما زي الفل، ياما ناس ودانهم طويله جدا كده اهو وعايشين وبيبقوا ماسكين مراكز. يعني ايه يا عادل؟ هو انا وداني وحشه يا عادل؟ لا حبيبتي، ودانك قمر، انا بهزر طبعا. انت كل حاجه تهزر كده. بصراحه بقى انا مضطره اطلب الطلب بكل جراءه. انا بقى بصراحه يعني عايزه علبه مكياج. علبه مكياج ليه؟ طب ما تجيبي مكياج فرد. يعني بقى مكياج فرد الكلام ده لما كنا في ثانوي، لما كنا بقى بننزل نزوغ من المدرسه بقى ونجيب مكياج وصباع روج والحاجات دي ولف على اربع خمس بنات مع بعض. كنتوا بتخمسوا في صباع الروج؟ عادل انا بتكلم بجد، خلي الجد شويه. يا رانيا حس انت بيا بقى، وبعدين مكياج ايه اللي انت عايزاه؟ يا ماما انت اجمل وقت بحب اتفرج عليكي فيه وانت نايمه ومدياني ظهري. خلاص بلاش علبه مكياج، خليها علبه سمنه. انت عايزه اي علبه وخلاص؟ علبه ايه يا ماما؟ بصي لازم تفكري بشكل جماعي، الطلبات الجماعيه مش الطلبات الفرديه. ايوه بس انا لما اتجوزتك لوحدك ما عملتش فيك جمعيه. ايوه ما انت قبضتيها الاول وبعد كده هما اللي جم، اعمل ايه يعني؟ خلاص بقى يدفعوا هما بقى. يا رانيا هيدفعوا منين يا رانيا؟ ما انت ماما وعلى يدك عارفه ما فيش اي فلوس ليها بتجيلها من المعاش، زائد ان سناء كمان بتاخد 300 ملطوش، ال 300 ملطوش دول يا دوبك بيكفوها خناقات في المواصلات وبيكفوها مصاريفها يعني. يا سلام، طب ما انا ممكن اقول لك على مامي كده برضه واعفيها من المصاريف. تعفيها من المصاريف ليه؟ من الطلبه الاوائل؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت رايحه فين؟ انا عندي المحاضره الاولى والشله كلها مستنياني، ما ينفعش اتاخر عليهم. يا سلام، ليه بقى ان شاء الله؟ هو انت مش كنتي موعداني النهارده ان انت هتساعديني في شغل البيت؟ بصي يا حبيبه قلبي، انا ممكن المره الجايه اوعدك ان انا ممكن اجل المحاضرات بتاعتي واخليها بالليل، ده بس عشان خاطر عيونك انت يا قمر. باي. والله هما اليومين دول هما الطلبه اللي بيحددوا مواعيد المحاضرات ولا ايه؟ الله العظيم، فين ايام زمان، ايام الالتزام والتزويغ والنط من على السور. هزلت. ترويق وكلهم مش موجودين، بشتغل عندكم. توفير سناء سعيد 40,000 جنيه مصري فقط لا غير، ومستهونين بالرقم ده؟ ده بطل. 6 سنين يا سناء، 6 سنين بتخدعينا وبتضربينا على قفانا وبتحوشي من ورانا 40,000 جنيه وانا مش عارفه اضرب علبه مكياج من عادل. ماشي يا سناء، ماشي ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طلباتها يا ماما اللي انت طلبتيها، وجبت لك كمان يا ستي الزبادي اهو عشان البشره بالفراوله عشان يخلي وشك محمر. ميرسي يا حبيبي، تعيش وتجيبني. ودي يا سناء، ادي قلمين جاف. قلمين جاف ايه يا عادل؟ وانا هفتح مقلمه في ال 200 جنيه بتوعي؟ عادل عايزك في موضوع. خير؟ قولي. ما ينفعش، مش عايزه حد يسمعنا. طب ما انت كده لفتت نظرهم وهيقعدوا يتصنطوا علينا. هنتصنط على ايه؟ ما انت مفضوحه، مفيش على لسانها غير امك لاختك. نهائيا اطلاقا. ولا تزعلي نفسك، العكس صحيح، اختك لامك. هنقعد نقول في فوازير ليه؟ انا هقوم دلوقتي اشوفها هي عايزه ايه وابقى ارجع اقول لك، او انتوا ابقوا تصنطوا بقى عادي. اتفضلي. امك واختك. ايه ده؟ ده موضوع تاني خالص، مالهم بقى؟ اللي توقعته لقيته. اتفضل. ايه ده؟ دفتر توفير؟ 40,000 جنيه ده بتاع مين ده؟ مصريا لا غير، بتاع الاخت سناء. سناء؟ سناء.
طب وجابت 40,000 جنيه منين؟ ده اكيد بصي الدفتر ده اكيد مزور، اوعي تطلعيه لحد اللي يقبضوا عليه، او اقول لك بلغ عنها عشان يقبضوا عليها ما دام مزور. كلامها هو اللي مزور، حياتها معانا هي اللي مزوره على طول، بتدعي الفقر وعامله نفسها ما عندهاش فلوس. وشوف شوف 40,000 جنيه ده معناه ايه؟ معناه طبعا ان هي مش من الطبقه بتاعتنا وعايشه معانا. لا يا حبيبي، ده معناه انها ما بتصرفش مليم احمر، عايشه سفلقه على قفانا الهانم. انت عارف اختك بتاخد كام؟ بتاخد في الشهر 500 جنيه بالحوافز، 500 في 12 في 6 سنين، ده معناه 36,000 جنيه. طيب وال 4,000 بتوع ال 40 دول ايه؟ جابتهم منين؟ فوايد يا حبيبي، فوايد. ده معناه ان اختك نايمه وعايشه واكله ولابسه ببلاش. ايوه، واكله وشاربه ونايمه سفلقه، ده حتى قله ادبها ببلاش. ماشي يا سناء، انا بقى هتصرف. سناء عايز ايه يا عادل؟ لا مفيش، يعني انا عايز اقول لك صباح الفل والجمال والقشطه والكريم شانتيه. صباح الفل يا عادل، خلص قول عايز ايه وبلاش محلسه. محلسه ليه بتسمي يعني ان العلاقه بين اخ واخته يبقى محلسه؟ يعني عموما القفه مودنين بيشيلوها ايه؟ واحد. بيشيلها واحد ازاي؟ ايد من هنا وايد من هنا، ومش عنده ايدين اتنين ولا هو اكتع؟ اخلص يا عادل وقول عايز ايه. لا مفيش، انا بس كنت معدي فقلت اعدي اسلم عليك يعني كاخت وكده، فجيت اقول لك ازيك وسلم. وانت مش خلاص سلمت يا عادل؟ واقف ليه عايز ايه؟ لا مفيش، هتكر انا بقى. طيب موبايلات بقى، ها رنات عشان ما يبقاش. هو انا الصراحه يعني لمحت لها واكيد الرساله وصلت. يعني رساله ايه يا عادل؟ في ايه يا حبيبي؟ هو انت فاكر نفسك حمامه زجله؟ بصي تشبيهاتك مستفزه يا رانيا، وبعدين انا هقول لها ايه؟ هي اختي برضو، مش معقوله اروح اقول لها حاسبيني على اكلك وشربك عندي يعني. عادل بكل قوه وحسم وعزم وامان روح قول لها، الا اذا كنت خايف منها. خايف منها ايه؟ انا خايف عليها يا ماما لا تتصدم مثلا في الاخ، عمود البيت، الراجل، فمثلا تغير وجهه نظرها عن الرجاله تكرههم مثلا. يا سلام، قال يعني هي بقى ما بتكرههمش. بس لعلمك بقى انا في دماغي فكره فظيعه فظيعه وهبتدي بتنفيذها. اوكي. ماما في موضوع لو قلت لك عليه دلوقتي حالا ممكن تروحي تجيبي سناء من شعرها وتقطعيها. يا خبر اسود، لا كنا ما ترجع لجوزها. لا يا ماما، ايه اللي يزعل في موضوع انها ترجع لجوزها ده؟ اخس عليك يا عادل، عايز ترمي اختك؟ لا مش مساله ترميها، بس انت فاهمه غلط. عارفه سناء محوشه من ورانا 40,000 جنيه. والنبي برافو عليها، مش زيك مراتك مقشطاك اول باول. يا ماما انت فرحانه ومبسوطه يا ماما؟ ايه ده، انت عايز البنت تصرف عليك؟ لا انا ما بقولش تصرف عليا، بس على الاقل تساعد يعني يا ماما. اختك وحدانيه، اللي ليها عيل ولا تيل يبقى عندها حاجه تتعكز عليها. طب ما تتعكز براحتها، انت شفتيني يعني شديت العكاز منها. بقول لك ايه، روح اتصرف معاها وكلمها انت في الموضوع وما تحشرنيش فيه. يا رانيا يا رانيا، المواضيع دي ما تتاخدش قفش، انا لمحت الماما بس يعني، بس لقيت ان الموضوع ده بايخ ما ينفعش اتكلم فيه. يا سلام، يعني هي ينفع يعني تحوش وتجرش؟ لا 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 ما ينفعش، بس انا فكرت في حاجه بقى، زي ما هي عملت كده احنا كمان برضو هنعمل كده. ازاي؟ هتشوفي دلوقتي. احنا محتاجين ايه الشهر ده من طلبات؟ قلبت مكياج. بقول لك الشهر ده تقولي لي مكياج. الو ايوه يا حاج سيد، سوبر ماركت السعاده. مساء الخير يا فندم. مساء النور. منزل استاذ عادل؟ طب هو كان طلب الحاجات ديت وادي الفاتوره. الراجل شكله جه مش كده؟ شكله كده اداها الحاجه بقى. يلا يلا يلا. بصي نامي وشخري. ليه؟ هو انا في العادي بشخر؟ لا
لا يا ست، انا اللي بشخر. اصل عمري ما سمعت صوت شخير. ما انت تبقي نايمه. اديكي شخرتي شخرتي. عادل عادل عادل، رانيا 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 يا عادل. ايه في ايه في ايه في ايه؟ مين حصل له ايه؟ حاجه بسيطه خالص، في فاتوره بره لازم تدفع يا عادل. طب ما ياما فواتير، مصر مليانه فواتير دلوقتي حالا. يا عايز انام. يا عادل ما تصحى بقى يا عادل، الفاتوره لازم تدفع. يا رانيا راجعي نفسك، مش عايزه تقومي؟ اني اغرق نوما. اغرق نوما؟ احدف لك العوامه؟ براحتكو براحتكو براحتكو. تفتكر دخلت عليها؟ اكيد دخلت عليها، ال 40,000 اللي هي محوشاهم برضو تصرف منهم. ايه يا ماندو، قولي لي هي اسماء لسه سخنه؟ ايه؟ انا مش قلت لك ادعكي لها ظهرها بالليمون وكلفتيها في البطانيه الجديده اللي جايبينها بالقسط؟ ايه؟ ما عندكش ليمون؟ يا سلام عليكي، ما تستلفي من ام عبير يا اختي. لا الف سلامه على بنت حضرتك الاستاذه اسماء، الف سلامه. يلا مع السلامه دلوقتي، مع السلامه. اه والله يا اخويا، اصل سريرها تحت الشباك على طول، فالظهر بقى خدت لطشة برد من طيار الهواء البحري. ايوه بس برضو يعني الليمون ده ما بيجيبش نتيجة، اديها مثلا يوستفندي او اديها مجموعة انفلونزا. مجموعة انفلونزا؟ لا مؤاخذة مدام، ده ليا. ايوه يا سيدة، السباك ركب الكوع. ايه؟ لسه بينقط؟ بقول لك ايه، ركب له جلدة بدل ما يغير الكوع، خلي بالك. بقول لك ايه يا سيدة، ما توقفيش مع السباك لوحديكم، سامعة ولا لا؟ ايوه كده، مع السلامة. طب ما تخلي ماندو يقف مع امه يعني مع السباك. لا اصل بلا قافيه، ده البيت التاني وجماعتنا اللي هناك ما بتخلفش. اه ده حاجه عجيبه، يعني حضرتك كنت بتجوز واحده من اللي هي بتخلف وبعدين اتجوزت عليها واحده من اللي ما بتخلفش؟ انت عكس كل الناس. يا انت مين؟ انا اللي جايب الطلبات. جايب الطلبات؟ طب وحضرتك قاعد ليه يعني؟ مش خدت فلوس وخلاص؟ حضرتك انا ما خدتش حسابي اساسا. خدش حسابك ازاي؟ ما حدش حاسبك؟ طلبت وقالوا لي ان حضرتك نايم وطبعك شديد قوي، فانا ما رضيتش بصراحه اجرع خلوتك يعني وافتح عليكم باب الاوضه. ضغطي يا عادل. بس ده انا هيجي لي سكر ودوالي. اصبري اصبري. طيب وحسابك كام حضرتك؟ 120 جنيه. 120 جنيه بس انا مش هحاسب بقى على النسو اللي انت عمال بتاكله واللب. ايه ده؟ ايه ده؟ 5 كيلو لب واكل 5 كيلو لب؟ انا مش هحاسب على الكلام ده. دي مثلثيه واحده بس اللي كلتها. ماشي 120 جنيه انا اجيبهم لك دلوقتي حالا، وبعد كده حتى لو احنا طلبنا منك حاجه ما تسمعش كلامنا. ها ماشي يا باشا. بقول للسياده ايه لو سمحت، يعني لو حصل يعني ام اسماء اتصلت بيا ولا حاجه يعني طمنها عليا وقول لها ان انا موجود في المحل وتكلمني هناك على التليفون. ها حاضر حضرتك. بقول لك ايه، مش عايزك ترغي معاها خالص، ده فيها خراب بيوت. هي ما تعرفش انت متجوز واحده تانية عليها؟ لا طبعا. هتعرف. رانيا واضح ان اسلوب الصبر على سناء ده ما ينفعش، احنا نبتدي نسحب منها بقى. ربع جنيه، نص جنيه، 175,000 في الاخر نكونه مبلغ. حرب استنزاف يعني. بالظبط. طيب بقى مهبش منها الهبشه الكبيره. عادل، ياسمين بنتك عايزة 2 جنيه عشان تشتري جلاد. يا عادل عايزة تشتري جلاد ليه؟ تجلد عمتها سناء؟ ايه الزرافة دي؟ يا لطيفة اللطفاء، ايه بهزر عادي يعني. الفلوس بقى يا عادل بسرعة. 2 جنيه؟ انا معيش 2 جنيه، انت معاكي 2 جنيه يا رانيا؟ لا انا معيش عادل فكة خالص. ايه ده، احنا قاعدين في ميكروباص هنا ولا ايه؟ معاكي فكة؟ معاك فكة؟ ميت على كام؟ ومش عايز تفكها، ورقة بكام قول؟ ورقة معايا يعني ب 200 جنيه، مش معقوله يعني انزل دلوقتي حالا عشان افكها؟ ايه ما يصحش كده يا سناء. ايوه كده يا ماما، قولي لها ما يصحش طبعا، دي بنت اخوك يعني، انت عمتها يعني، عادي يا سناء. عيب كده يا سناء، خدي من اخوك ال 200 جنيه وفكها. وانا ما عنديش مانع انها تفكها، بس ايه يعني هتجيب فكه منين 200 جنيه يعني؟ لا معايا فكه، ما تقلقش خالص، يا ريت تيجي على قد الفكه. ده ما في اكتر من الفكه. ثانيه واحده، بكام دي؟ 200
ادي 100 وادي الثانيه فكه. انت بتقبضي من الكانتين ولا ايه يا سناء؟ واكله بحلقه ولا ايه؟ خد يا استاذ الفكه اللي انت عايزها، هات الورقه ممتاز، سلم واستلم. اوعى شفت اختك معاها 200 جنيه بحالهم وانا ما احتكمش على 3 جنيه وربع. 3 جنيه وربع؟ انت بتحوشي من ورايا يا رانيا؟ انت قلتي لي امبارح عايزه 35 قرش عشان مش عايزه تفك الجنيه. ماشي ماشي سناء، الفلوس دي ناقصه 3 جنيه. ايه يعني 3 جنيه في جزمتك؟ في جزمتي ايه؟ هي جزمتي دي على الصاله. كانك جبت بيهم شوكولاته لياسمين. شوكولاته؟ طيب بقى يا رانيا ابقي خلي ياسمين تغسل سنانها عشان الشوكولاته بتسوس السنان. يا عادل احنا كده بنستنزف. اتفرجي اتفرجي بس اصبري. الو ايوه يا حاج فولي. ايه عايز بضاعه ايه؟ الو 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 يا حاج فولي. يا خبر ابيض، التليفون خلص المكالمه. بقول لك هات الموبايل بتاعك. لا انا لقد اوشك رصيدكم على النفاذ. طب اعمل ايه؟ سناء حولي لي من موبايلك لموبايلي 5 جنيه عشان عندي تليفون مهم جدا، لان الحاج فولي فيه بضاعه بيني وبينه ولازم اكلمه بسرعه. يا ابني انا خط وانت كارت، حول لك ازاي يعني؟ طيب هاتي موبايلك بقى اتكلم منه خلاص. سناء ادهوله عشان يهبط. هاتي هاتي. طب خد بس ما تطولش. خد. لا عيب، الا الحاجات دي انا امين جدا يعني. رد بقى يا حاج فولي، اكيد مش عارف النمره فمش راضي يرد. يا حاج فولي رد، يا حاج فولي رد، يا حاج فولي رد، يا حاج فولي رد. خلاص خلاص الحاج فولي ما ردش، انتهينا. هو ايه؟ طب هات اكلم واحد اسمه جابر صاحبي كان معايا في ثالثه تاني في اعدادي. يا ابني هو مصاريفه ونتش وخلاص، عالم سناكيح صحيح. احنا بنتشتم يا عادل. احنا بنتشتم وبنتبهدل. رانيا تعالي ورايا. حل غير المواجهه، احنا لازم نواجهها يا عادل. دي الناس اللي ما عندهاش دم دي بتبجح فيا. وانا تقول عليها سنكوح؟ نسيت الهاني منها ياما استعملت الموبايل بتاعي وقعدت تدي منه رنات ونعمت الزراير لدرجه ان غيرت الوش كذا مره. وش ايه اللي غيرته يا ابو وشين انت؟ وش ايه؟ بقى مرض ما رحت تغيره عند هلهيل وفون اللي بتشتغل فيه البت سور صاحبتي، وانا اللي رحت حاسبت لك وجبت لك الموبايل لحد عندك؟ بس فين الوش القديم بتاعي؟ وش قديم انت مش لاقي حاجه تقولها ولا ايه؟ سناء احنا في موضوع كنا عايزين نتكلم فيه معاكي بس مش عارفين نتكلم، بس هنتكلم. انا عارفه انتوا عايزين تقولوا ايه، انا فاهمه كويس قوي. انتوا عايزيني ادفع فلوس عشان حاسين ان انا قاعده في البيت ده عالي عليكم. لا سناء ما نقصدش كده طبعا يعني. انا لو قلت يا حساب يا حساب حربيكوا. سناء حساب ايه وبتاع ايه؟ انا اوزنك يا ماما كمبيالات ووصولات امانه. تحب تعرف انا بعمل ايه وهعمل ايه وعملت ايه عشان البيت ده يعيش؟ بالنسبه لي انا طبعا عايز اعرف. ما سالتيش نفسك يا هانم فاتوره التليفون بتاع البيت اللي بقى لها 9 شهور ما اتدفعتش لحد دلوقتي، ازاي التليفون شغال وبتتصلي منه وتردي عادي يعني؟ عادي عادي. المصلحه بتاعت التليفونات قلبها حنين وعارفه ان احنا من دافع الضرايب، لما بيحصل لنا زنقه بيسيبونا يعني. ما المصلحه اصلها خالتك. انا اللي رحت بنفسي رحت دفعت لكم فاتوره 9 شهور عشان تقعدوا تتكلموا في التليفون عادي جدا كده. ايه ده؟ وهم يعني ازاي هم ما يقولولناش حاجه زي كده يعني؟ كان لازم يقولولنا يعني. انا كنت عرفت ما كنتش هسكت. كنت هتعملي ايه يعني؟ كنت هتديهم لي؟ لا كنت هقول لك ميرسي. انا لو عايزه اسمع ميرسي على حاجات كتير كتير كنت قلتها وطلبتها منك، بس انا بعمل الحاجات دي من تلقاء نفسي عشان انا بحب اعملها. سناء يعني ما عادي يعني، وضع طبيعي انك انت تدفعي الفاتوره بتاعت التليفون لان انت صراحه اكتر واحده بتتكلمي في التليفون. يا سلام. طب ما سالتش نفسك يا عادل ليه الراجل السواق بتاع الباص بتاعت المدرسه بتاعت بنتك بينزلها على باب العماره بدل اول الشارع؟ ما يا بيخرم عشان الشوارع زحمه. نوع من انواع التهرب المروري. ليه يا زكيه؟ عشان اول كل شهر بغمزه ب 50 جنيه في ايده عشان ينزل بنته قدام باب العماره بعد ما كان بيرميها على اول الشارع عشان امان ياسمين يا عادل. طب ما هو ايه بقى يا سناء؟ ما انت عمتها يا سناء. سناء عمتها اختك المزغوده اللي انا مش بحبها اساسا. ايه يعني عمتها هي كمان؟ مالها نجلها هي كمان؟ انت فاكره وصله النت اللي عادل حالف 200 يمين ما يجددش اشتراكها؟
مش ملاحظه ان اختك بقالها شهرين بتشتغل عادي يعني؟ انا اللي دافعاها يا هانم عشان عارفه انها بتذاكر على الكمبيوتر وبتعمل شغل الابحاث بتاعتها على الكمبيوتر. طب ما انا يعني وانا يعني ايه هعرف انا الحاجات دي ازاي بقى؟ والله وانا كمان كنت اعرف يا سناء. خلاص انا اول مره اسمع منك الكلام ده دلوقتي صراحه يعني. عشان انتوا دايما شغلين نفسكم بتدوا ايه، بس يا عادل عمركم ما شغلتوا نفسكم بتاخدوا ايه. ما هو يا سناء يعني صراحه شكرا على اللي انت بتعمليه ده، الواحد ما كانش حاسبها كده خالص يعني، بس ما هو الواحد لما بيتزنق يعني هيلجا لمين يعني. انا اختك واشيلك يا عادل، رقبتي ليك. ربنا يخليكي ليا يا سناء، ربنا يخليكي. خلاص بقى ما تزعليش بقى. الله. طيب عايز ال 3 جنيه اللي هم بتوعي عشان عايز اجمد الورق ام 200 جنيه، هجمدها ازاي يعني؟ حطها في الفريزر. يلا لطيفه يلا.